كتاب هو كتاب كما يدل على ذلك عنوانه، هو كتاب أبيض بمعنى واحد ملخص عملي يمكن استيعاب ما فيه في مدة وجيزة للإجابة عن أسئلة، جميع الأسئلة المطروحة بشأن قضيتنا الوطنية مغربية الصحراء، لأن الخصوم يقولون عكس ذلك. هنا بفعل الإفراج عن بعض الأرشيف في إسبانيا إلى غير ذلك وفي كتب أخرى، الكتاب الأبيض يتضمن مجموعة من المسائل التي هي جديدة، التي لم تكن مثلا في حوزات الفريق الفقهاء المغاربة الذين رافعوا أمام محكمة العدل الدولية سنة 74 و75. فهذا مستجدات يعني يعطي واحد الدفعة قوية للدفاع عن 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 القضية الوطنية. قضية الصحراء هي قضية ديال القناعة وقضية ثابتة وقضية مصيرية كيف ما جاء في الخطاب ديال جلالة الملك. إذن اليوم احنا على غير الأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية التي تم تنظيمها، اليوم احنا مع ندوة فكرية علمية حقيقية لإصدار كتاب على المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية. هذا الكتاب الأبيض حول القضية ديال الوحدة الترابية، قضية الصحراء المغربية، واللي احنا كنعتزوا أولا بالمجهود ديال المحاد وكذلك بالمجهود الكتاب اللي فيه حقائق ثابتة، حقائق علمية، حقائق لا جدال ولا غبار ولا نقاش فيها، تؤكد تاريخيا وتؤكد قانونيا وتؤكد شعبيا الارتباط الحقيقي ديال القضية الوطنية. وكنتمناو انه كل المغاربة مختلف الشرائح ديال الاجتماعية والثقافية والعلمية انهم يكون عندهم الحفظ ديال هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب هو مهم وأساسي. اليوم تحضرت له من الأساتذة للمناقشة، وكذلك كنعتبروا حنا في المجلس المقاطعة بالإضافة للعمل اللي ممكن يقوم به المجلس في إطار الاختصاصات ديالو الموكولة له، أنه في هذا الإطار ديال التنشيط الثقافي والرياضي والفكري ضرورة الانفتاح، ضرورة انفتاح على السياسة العمومية وعلى القضايا الأساسية وعلى السياسة العمومية. وهذا هو المجال، لأنه احنا اليوم على مستوى تراب مجلس مقاطعة أكدر الرياض انفتحنا على جميع المؤسسات العلمية والبحثية، وفي إطار شراكة كبرى وشراكة حقيقية مع هذه المؤسسات لدراسات العديد من القضايا وتنظيم العديد من الندوات الفكرية والثقافية من أجل مصلحة بلادنا ومن أجل التوعية ومن أجل تسييد سياسة المدينة والسياسة العمومية.